هل ستنجح عملية إغلاق الأنفاق أنا أعتقد أن عملية إغلاق الأنفاق عملية فاشلة لعدة أسباب أقول لكم عليها وبعدين أقول لكم على التقرير الذي أعدته مجلة والستريت جورنال عن الأنفاق وعن ما ستفعله إسرائيل لكن أقول لكم أن الأنفاق في غزة ليست متصلة ببعضها وكل نفق ليه عين وخمسة وعشرة فطبعا قبل ما تغرق الأنفاق هيطلعوا من خمس ست عيون والمشكلة الكبيرة ان كمان هيسيبوا الأسرة اذا كانوا موجودين داخل الأنفاق طبعا هيسيبوهم مقيدين هيغرقوا في المية مش هيشيلوهم ويطلعوهم معاهم وكده فهنا ده لو ده توقع يعني او تحليل فهنا اسرائيل هتتضرر ضرر كبير وكانوا قبل كده عندما خرجت مظاهرات في اسرائيل وكانت فكره الانفاق من بدايه يعني لنا اكثر من 65 يوم دلوقتي او 67 يوم كانت الفكره موجوده يعني اقارب الاسره والمحتجدين لدى حماس قالوا لهم انتم عايزين تغروا اهلنا فهنا اسرائيل ستخسر كثيرا جدا في عمليه الانفاق دي حاجه الحاجه الثانيه ان حتى يعني لن يصاب واحد من حماس من هذه الانفاق لان لها عيون كثيره ولو شافوا الميه غمرت النفق هي يطلعوا من من 100 فتحه او 20 فتحه دي شبكه عنكبوتيه ثانيا ان الانفاق غير متصله ببعضها البعض ثالثا الانفاق لا تدمرها المياه لانها انفاق اسمنتيه وهنا يعني الانفاق صعب جدا انها يعني تقضي على حماس ليه لان كل واحد عارف بلده وعارف مكانه وعارف المكان اللي ممكن يستخبى فيه او ممكن يقاوم منه فهنا عمليه الانفاق لعده اسباب هي عمليه فاشله هي هندسيا صعبه جدا لاني بيقول لك ان الانفاق دي فيها بعض منها نفق على مستوى دور واحد ونفق على مستوى دورين ونفق على مستوى ثلاثه ادوار ومتعدده الارتفاعات قد تصل الى 70 متر تحت الارض مش بعيد الأنفاق تبقى موصلة كمان يعني لأماكن للبحر أو أماكن تاني الله أعلم يعني فعملية إغلاق الأنفاق عملية يعني فاشلة بحسب ال يعني المهندسين وكده وقال لك إن لو العملية دي نجحة ما كانتش غلبت إسرائيل كانت من زمان عملت العملية دي لكن هي تقريبا بعد فشل ذريع فكرت في هذه العملية التي قد تقضي على أسرى إسرائيل لدى حماس أه وهنا أه البنى التحتية للأرض تدعم عمليات أه أه يعني حماس وهم متوقعين أن يفكروا في يوم من الأيام أن يعملوا عملية إغلاق أنفاق والأنفاق دي بنيها مهندسين على أعلى مستوى من الكفاءة وكمان يعني أه كان في وزارة في أه غزة اسمها وزارة الأنفاق دي كان مهمتها عمل أنفاق من 2014 فهنا أه مستحيل عملية إغلاق الأنفاق تأتي كلها فهي عملية فاشلة من الدرجة الأولى هتضر إسرائيل أيوة هتضر إسرائيل تخيلوا لو مات أسير واحد وغلق في الأنفاق وحماس طلعته كده وأعلنته قدام الشاشات ولا تخدوا بضاعتكم ردت إليكم هتقوم يعني الدنيا هتقوم ومش هتقعد ويقول لك ما أنت السبب أنت اللي أغرقتهم وكان قرار فاشل ويعمل انقسام أكثر مما هو موجود الآن في إسرائيل فهنا آه الانفاق يعني المياه بس مش هتقدر تقضي عليها هم يقولك بيستخدموا الكلاب والمواد الكيميائية ويستخدموا التدمير كما رأينا في بداية الفيديو وسنرى ومياه البحر يعني صعب جدا انها تغرق غير الجزء القريب جدا من البحر يعني اخر حاجة ان الانفاق دي مساحتها اكثر من 500 كيلو متر يعني لو هم عايزين يملوا مياه فعلا عددها بتاع شهرين ثلاثه وانتوا عارفين ان الولايات المتحده الامريكيه داخله في عمليه انتخابات ومديه مهله الى اخر السنه يعني ايام قليله حوالي 20 يوم وحاجه زي كده او اقل فهنا اذا استمرت الحرب دي هتؤدي الى سقوط الحزب الديمقراطي وسقوط بايدن في الانتخابات وده اللي لا تريده الاداره الامريكيه فهنا ضغط كبير جدا على يعني اداره نتنياهو في هذا الموضوع وكمان موضوع اليمن اليمن قصفت سفينة نرويجية كانت السفينة دي محملة بالبترول والوقود وتتجه إلى ميناء حيفا وأعطتها الزرارات ولم توافق فقصفتها فهنا العملية تزيد وتدخل يعني أطراف أطراف إقليمية ويعني سهل جدا يتعامل فتحة للنفق يسرب المية بعيد وحاجات يعني يعني ليها ميت حل وحل لكن في النهاية لن تضر حماس ولكنها بالتأكيد ستضر إسرائيل فهنا هنشوف تقرير من مجلة وول ستريت ماذا قالوا عن يعني الخطة بتاعة إسرائيل وكان عندهم مضخات وهيجيبوا كم مضخة والحاجات دي قالتها صحيفة وول ستريت في تقرير إيه طبعا التقرير مفصل باي الارقام واي الحاجات وكم نفق وكم مضخه وحاجات ايه إن نسمع التقرير للاخر هنستفاد اكثر وهنعرف مدى فشل إيه إيه اسرائيل في اغلاق الانفاق وهي خطوه صعبه جدا 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 ولو هي خطوه سهله كانوا بداوها من زمان طيب نشوف التقرير المكتوب في صحيفه وول ستريت جورنال يلا بينا نشوف الموضوع وزي ما انتم شايفين في قدامكم عمليات اغراق وعمليات هدم وعمليات محاولات اقتحام الانفاق اولا اسرائيل بدات بضخ المياه في انفاق حماس عبر خمس مضخات كبيره وهذه العمليه قد تؤدي الى اتلاف المياه الجوفيه في المزارع وفي غزه واسرائيل وقد تصل الى مصر وخبراء قالوا ان العمليه قد تفشل لعده اسباب اهمها انا بنقوله العمليه لماذا ستفشل هنقوله بس هنقول الخبر وفيضانات الانفاق بدات اسرائيل تبدا بضخ مياه البحر الى انفاق حماس في غزه خبر بيقول الجيش الاسرائيلي بدا فعلا بضخ البحر مياه البحر في مجمع الانفاق الضخم التابع لحركه حماس في غزه وفقا لمسؤولين امريكيين مطلعين وقال لك ده جهد مكثف لتدمير البنى التحتيه تحت الارض التي تدعم عمليات المجموعه خطوة إغلاق الأنفاق بمياه البحر المتوسط والتي لا تزال في مرحلة مبكرة هي أحد التقنيات العديدة التي تستخدمها إسرائيل لمحاولة تطهير الأنفاق وتدميرها. رفض متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلي التعليق على عملية الأنفاق السرية وقال لك مسؤولين أمريكيين أن غمر الأنفاق من المرجح أن يستغرق أسابيع بدءًا في الوقت الذي أضافت فيه إسرائيل مضختين آخر- يعني مضختين جديدتين بالاضافه لخمس مدقات يعني كلهم سبعه. اعلن بعض المسؤولين في اداره بايدن قلقهم ان استخدام المياه البحر قد يعرض امتدادات المياه العذبه في غزه للخطر. كل ده كلام لكن الخطر هقول لكم عليه دلوقتي والمحللين العسكريين قالوا ان اسرائيل لم تدمر معظم شبكه الانفاق هذه وان هناك حاجه الى مجموعه متنوعه من التقنيات لتدمير او اتلاف نظام الانفاق. طيب بالإضافة إلى مياه البحر سعى الجيش الإسرائيلي إلى مهاجمة الشبكة بغازات جوية ومتفجرات سائلة بإرسال الروبوتات والكلاب الطائرة بدون طيار وقال الجيش الإسرائيلي أنه يكشف العمليات تحت الأرض في شمال غزة وتحت مدينة خانيونس الجنوبية أحد آخر معاقل حماس على حسب تعبيره وتظل المتاهة تحت الأرض أحد التحديات الرئيسية التي تواجه إسرائيل لتحقيق دفع المتمثل في تدمير قدرات حماس العسكرية سواء في المناطق التي تسيطر عليها فوق الأرض أو التي تعمل فيها حتى الآن. ويقول المحللون أن الأنفاق موجودة أسفل مدينة رفح الجنوبية بالقرب من الحدود المصرية على سبيل المثال تستخدمها حماس لتهريب معظم أسلحتها. طيب ده كلام صحيفة أمريكية مش أنا اللي مخترعه لكم المصدر ويعني الكلام ده صحيفة وول ستريت جورنال يعني مش سر معين طيب آه طبعا سمعنا التحليل في بداية الفيديو واشتركوا في القناة حتى يصلكم كل جديد محدثكم ظريف القديم